رفعت حكومة الإنقاذ رسوم السيارات السنوي بشكل جنوني وبستة أضعاف، حيث كانت سيارات صغيرة رسمها 6 دولارات اليوم أصبحت 35 دولار، أما السيارات ذات ال10 دولارات فأصبحت رسومها ب50 دولار أمريكي من دون نشر القرار عبر معرفات الحكومة الرسمية. هذا الأمر الذي تسبب بموجة غضب للأهالي وتجار السيارات الإنقاذ رفضت التعليق على القرار، وقوبلت محاولاتنا للحديث معها بالتجاهل. والله تفاجأنا بالقرار اللي طلعوني يا جديد، انه كان تقسيم السيارات 50 دولار، 50 دولار كثير، لاني كنا 200 ورقه تركي كان 150 مقبوله، بس والله 200 ليره كثير كثير كثير، لاني بالمقابل اللي قالوا ما في عندنا شغل، ولا في طرقاتنا كلها مكسره وطرقاتنا كلها مبهدله، وخليها على الله وشوفت عينك على الوضع اللي احنا فيه. يعني ما مشكله بس الترسيم، صار عندنا كل شيء غالي، كل شيء غالي، والمدخول عندنا صار قليل كثير بالنسبه للشوفير. يعني بنطالب الحكومه بلكي بيرجعوا لنا هالقرار، يعني بخلوه على 200 ورقه على 150 ورقه، يعني لان الوضع كثير صعب عندنا بالنسبه لنا، يعني كلياتنا مهجرين وعم نشتغل شوفيري، بتعرف الوضع هذا. يلا يا ماهر، قول يا رب امشي خالص، قول يا رب. يعني تفاجئنا نحن بالقرار اللي طلع الرسوم، انه كنا نحن ندفع سنوي 150 تركي 200 تركي، هلا تفاجئنا صاب الدولار، يعني ضريبه يعني اجتنا يعني بالغامض علمه، نحن هون عم نجي من الصبح للمساء، يا بنرجع بركاب بنكون مطبقين يا ما بنكون مطبقين. يعني ايش بقول لك، يعني والله ان شاء الله الامر، اتمنى انه مثلا يتراجع عن القرار هذا، لاني والله العظيم شوفت عينك، يعني ما في شيء يعني هالوارد طاول، يعني المازوت غالي، الركاب ما يعني اوقات نطلع مطابقين اوقات ما نطلع مطابقين. قرار ضرائب السيارات الفراغه هو قرار انا بنظري يعني هو قرار جائر على المواطن، يعني وبنتمنى من الحكومه انه تعيد النظر فيه، لانه قرار كثير صعب على المواطن. يعني كانت 200 ليره تركي المواطن يستصعبها، هلا شلون صارت بالدولار واقل سياره 35 دولار، انت طالع على 200 دولار. نحن بنظرنا يعني هو هذا عبء على المواطن كثير، ونحن كتجار يعني بجوز يكون عندنا فراغ السيارتين ثلاثه بالنهار، يعني كل يوم 200 دولار 300 دولار من اي من نجيب نحن؟ الوضع يعني شايف نحن يعني يا الله السياره بعد شغله وبعد هذا تربح لها 50 دولار تروح تحطها فراغة وتجي. للاطلاع على المزيد معنا من جسر الشغور مراسل تلفزيون سوريا هناك منير الحاجي. منير مساء الخير، بداية ما هي أسباب رفع حكومة الإنقاذ تعرفة ترسيم السيارات سيما في هذا التوقيت الحرج سواء اقتصاديا أو إنسانيا؟ نعم هو يعني حقيقة جاء يعني رفع رسوم التسجيل بشكل مفاجئ بالنسبة حتى للأهالي وحتى بالنسبة لحكومة الإنقاذ، لم تقم بنشر هذه يعني التسعيرة الجديدة صحت تسميتها على المعرفات الرسمية. يعني هذا القرار تم تطبيقه بشكل مباشر مع بداية الشهر الماضي، لم يكن هنالك أي تعليق حكومي سوى مع بداية شهر شباط، باستثناء طبعا تصريح لمدير المواصلات محمد أسعد بيلساني الذي صرح لوكالة أنباء الشام التابعة لحكومة الإنقاذ بأن يعني هذا الرفع يعني لا يشمل كل السيارات، وأنه يعني يشمل فقط السيارات الحديثة يعني التي تزيد سنة الصنع طبعا عن 2015، وليس على السيارات القديمة، أي أن السيارات القديمة لا تتضرر يعني بهذا القرار بنسبة كبيرة جدا، وأن القرار أيضا يشمل الشاحنات الكبيرة، وذلك لأن هذه الشاحنات طبعا كما علل يعني محمد أسعد مدير المواصلات بأن هذه الشاحنات تتسبب بضرر كبير على معظم الطرق، وبالتالي الحكومة ومديرية النقل تقوم بالمساعدة طبعا برصف هذا الطريق وإعادة تأهيله، وبالتالي من أجور يعني هذه الأجور. هذا كان يعني تبرير الحكومة مع لفت النظر يعني هما إلى أن يعني بحسب يعني مدير المواصلات محمد أسعد بأن يعني القرار أو أن التسعيرة هي مختلفة من مركبة إلى أخرى، يعني ليس هنالك تسعيرة ثابتة. إذن إنما ما المعايير طبعاً؟ نعم، على أي أساس نعم. تم تحديد هذه التسعيرة؟ ما المعايير التي اعتمدت عليها حكومة الإنقاذ في فرض هذه أو هذا الرفع في الأسعار في تعرفة الرسوم؟ نعم يعني هما هي بحسب مدير المواصلات محمد أسعد في تصريحه لوكالة
انباء الشام بان يعني التسعيره تحددها في البدايه سنه الصنع، وذلك يعني تحدث عنه بان سنه الصنع يجب ان تكون فوق ال 2015، وايضا المرتبه الثانيه تحددها ايضا الشاحنات الكبيره ووزن السياره وايضا قوه المحرك، وبالتالي كل سياره تختلف الى اخرى. لكن يعني اثناء التواصل المباشر مع الباعه والمشترين والاهالي الذين يعني يقومون بتسجيل مركباتهم، اكدوا بان كل سياره يعني ارتفعت، يعني هنالك ارتفاع حقيقه في مختلف السيارات، ويعني باتت السياره التي كان يتم دفع رسومها بمقاربه بما يقدر ب 10 دولارات امريكيه الان اصبح من 35 الى 40 وحتى 50 دولار امريكي. وايضا بعض السيارات الحديثه التي تحدث عنها مدير المواصلات، الشاحنات الكبيره والسيارات الحديثه التي يعني سنه الصنع تكون فيها فوق ال 2015، يعني الاجور اصبحت رسوم التسجيل من 100 الى 150 دولار امريكي، وهذه المبالغ كبيره جدا يعني هما في ظل هذه الاوضاع المعيشيه، وخاصه من يعاني يعني من هذه الرسوم. ان تحدثنا عن المعاناه حقيقه، فالمعاناه في الدرجه الاولى هي بالنسبه هي للأهالي حقيقة، للباعة والمشترين الذين يقومون بشراء هذه المركبات، وأيضا حتى مستوى المكاتب التجارية أو المكاتب العقارية التجارية عفوا تقوم ب يعني أيضا إفراغ عدد من السيارات بشكل يومي، وبالتالي يتحملون أعباء رسوم إضافية وكبيرة جدا، وفي غالب الأحيان يتم تحميل هذه الرسوم إلى الباعة والمشترين، أي تعود المعاناة إلى الأهالي بالدرجة الأولى. هنالك ملاحظات يعني هما من قبل الأهالي يعني تحدثوا عنها، بأن عندما يتم دفع هكذا مبالغ مقابل رسوم تسجيل حتى يعني يتوجب على الحكومة أن يكون هنالك يعني تأمين للسيارة إن صحت التسمية، تأمينها من السرقة ومن الأشياء الأخرى في حال تضررت السيارة، وبالتالي هناك دفعا للرسوم من دون أي مقابل. فقط كان هناك تبرير للحكومة بأن الشاحنات تتسبب في ضرر بالطرقات، وأن مديرية النقل والمواصلات تقوم بالمشاركة في يعني تعبيد هذه الطرق، وأيضا حددوا بأن ليست كل المركبات طالتها يعني ارتفاع الأسعار. كان التصريح يتحدث عن السيارات التي يعني تكون سنة الصنع من 2015 فما فوق، وأيضا الشاحنات الكبيرة، ولكن جميعها حصرت أن يكون الدفع بالدولار، يعني هذا اللافت، كان سابقا بالليرة التركية أيضا. نعم، وهذا الأمر حدث منذ فترة طويلة، يعني هما بات يعني تحديد الرسوم، أي رسوم وحتى على مستوى البضائع يتم تحديدها بفئة الدولار الأمريكي، ومن ثم يكون تحويلها إلى العملة التركية التي يتداولها الأهالي في الشمال السوري. لكن يعني تثبيت الأسعار كان حتى على مستوى يعني المحروقات وأي شيء، يعني حقيقة المواد الغذائية حتى يصبح التسعيرة بالدولار الأمريكي، ومن ثم يكون تحويلها إلى العملة التركية المتداولة في الشمال السوري. كيف كانت منير ردود أفعال السائقين بعد هذا القرار؟ يعني كما قلت في البداية هنالك استياء حقيقة، وكانت هنالك مطالب من قبل الأهالي يعني طالبوا حكومة الإنقاذ بشكل مباشر بإعادة النظر إلى هذه الرسوم التي يعني بحسب وصفهم بأنها جائرة، لا سيما مع الأشخاص الذين يعني يعتاشون على المواصلات ويقومون بالعمل في مجال المواصلات كسائقي يعني السيارات الصغيرة و السرافيس والذين يقومون بسيارات يعني قياده سيارات الاجره ان صحت التسميه، وايضا السرافيس والمواصلات، وايضا هؤلاء يعني يعتاشون على الاجور البسيطه. وعند فرض هذه الرسوم يعني يتحدث الاهالي عن رسوم سنويه عند التجديد تكون بمبالغ كبيره جدا تصل الى 50 دولار امريكي للمركبات السرافيس والسيارات الاجره، وبالتالي هذه المبالغ يعني يرونها يعني كبيره، ويرون هذا القرار مجحف، ويطالبون الحكومه بتعديل هذا القرار. ايضا بالنسبه لاصحاب مكاتب بيع السيارات تحدثوا عن يعني ان هذه الرسوم ايضا
هم يعني متضررين حقيقة من أن يعني هذه الرسوم يقومون بدفعها بشكل يومي، هنالك إفراغ لعدد من السيارات، وبالتالي تكون الرسوم مضاعفة. والأهالي أيضا يتحدثون عن أن معظم هذه الرسوم يقتصها التجار وأصحاب المكاتب من الأهالي في النهاية، وبالتالي الضرر يعود إلى الأهالي ويعني سائقي المركبات بالدرجة الأولى. أخيرا منير، هل علمتم فيما إن كان أصحاب السيارات أو الشاحنات تواصلوا مع حكومة الإنقاذ للنقاش حول القرار أو دفعها للتراجع عن هذا القرار؟ نعم، يعني ليس هنالك تواصل مباشر حقيقة إن صحت، يعني ليس هنالك تواصل مباشر، لكن هنالك مناشدات وهنالك إبداء رأي ومناشدات للحكومة. يعني كان تطبيق القرار مع بداية الشهر الماضي، لكن وقوع الزلزال المدمر هنا صرف الأنظار عن هذه القرارات. حتى الآن بدأت الأنظار تتجه إلى يعني القرارات التي تم إصدارها خلال وقت سابق، وبالتالي أصبحت هنالك مطالبات من قبل الأهالي ب يعني أن إعادة النظر في هذه الرسوم، لا سيما بأن الرسوم يعني كانت قد ارتفعت عدة مرات خلال الفترات الماضية، والأهالي يعني كانوا قد عانوا يعني سواء من تقلبات يعني الرسوم وحتى تقلبات الأسعار، بدءا من المواد الغذائية وصولا إلى لقمة الخبز وربطة الخبز، ووصولا أيضا إلى المحروقات، وأيضا إلى الآن إلى المركبات التي يقودونها. وبالتالي الأوضاع المعيشية هنا في الشمال السوري هي أوضاع سيئة جدا، زاد من سوءها طبعا وزاد من حدة الوضع يعني المعيشي وطاقم الوضع المعيشي الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. والآن يعني يناشد الأهالي حقيقة الحكومة، حكومة الإنقاذ، بإعادة النظر في هذا القرار وتخفيض هذه الرسوم التي فرضتها، مع العلم بأن خلال التصريح السابق كما ذكرت لمحمد أسعد، الأستاذ محمد أسعد بيلساني مدير المواصلات، قال بأن يعني ليس رفع الرسوم تشمل كل المواصلات، ونوه إلى أن غالبية السيارات في المناطق المحررة هنا في الشمال السوري سنة الصنع تكون ما دون 2010، وبالتالي أعداد قليلة من السيارات التي شملها يعني هذا الرفع بشكل كبير. يعني طبعا الرفع كان عام، لكن يعني مبالغ من 30 إلى 50 إلى 50 دولار أمريكي، ليس يعني كالمبالغ التي تفرض على المركبات الحديثة والشاحنات التي تزيد رسومها عن 100 إلى 150 دولار أمريكي، وبالتالي يعني هنالك معاناة كبيرة باتت للأهالي ولسائقي المركبات بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي، كنت معنا من جسر الشغور. ماذا لو فاض العاصي مجددا؟ هذا ما سنتوقف عنده في ملفنا التالي.